وجهة نظرك انه اذا لعيب في النادي الاهلي، خلينا نطبقها على النادي الاهلي بما ان انت اللي رحت يعني فكره ابو تريكه وكده، اذا لعيب في النادي الاهلي وبياخد رقم مثلا واتعرض عليه اي نادي تاني، مفيش مقارنه تقصد؟ مفيش ايه؟ مقارنه؟ مفيش مقارنه خالص. خالص مفيش مقارنه خالص. انت بتهرج يعني، انت عشان تعمل كده يبقى انت بتهرج. بتهرج بتهرج طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ ما يعني انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز فلوس؟ خلاص انا ما عنديش مشكله. انما هتقعد تقول لي لا بطولات؟ لا. طب انت موضوع يعني، طب انت لو انت اتحطيت في الموقف ده، انت في النادي الاهلي مثلا، بس جاوبني بصراحه، بص انا عارف انت هتقول ايه. جاوبني بصراحه، ماشي، ما انا عارف انت هتقول ايه. وبيتقال لك يا سيدي بص انت هتجدد عقدك وتمام، هندي لك يا عم 12 13 مليون 14 15 مليون، حلوه الصيغه دي. حلو. وجي نادي تاني قال لك والله بص احنا هندي لك يا سيدي 60 مليون 70 مليون. بص عشان ما ببقاش بكدب عليك، ماشي، انا ما اتحطيتش في الموقف ده، فاللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار. موقف مرعب. ما انا بقول لك، مرعب. عشان ما انت بقاش، متخيل يعني ايه ما انا بقول لك عشان من ما بقاش 15 دبلوماسي، ل 70 فالفرق عشان ما بقاش دبلوماسي، عشان الناس تقعد تقول لك لا يا عم ده بيهرج وبتاع. لا يعني فرق يعني ما دام فرق انا ما مخول اتحطيتش في يعني. الموقف يبقى ما احكمش. بس انا بالنسبه لي النادي الاهلي لا، الموضوع مختلف تماما تماما. مش هفكر والله، مش هتفكر. بس الموضوع صعب. ما بقولش طيب ان هو مش سهل، هتفكر ليه؟ ما انا فاهم ان ما هو بقولش صعب ان هو سهل، اصل انا فاهم ويتعب طبعا. الاعصاب صعب ويتعب جدا، الفكر صعب وكل جدا حاجه. الموضوع، صعب جدا. ليه بقى؟ ليه ايه؟ يعني انت لو اتحطيت في موقف زي رمضان صبحي مش هتفكر. لا خالص طبعا. رمضان لسه صغير كمان يا ابراهيم على اللي هو بيعمله ده. رمضان لعيب كبير وانت لسه صغير، يعني انت الخطوه دي خدها قدام، زي فتحي مثلا خدها، زي شريف خدها دلوقتي. انت جريء وصريح زياده عن اللزوم ما هي شويه. مش جرأه، هي دي الحقيقه. يعني انت اللي هو فتحي لما اخد الخطوه اللي اخدها، ما عنديش مشكله معاه خدها وهو خالص. تمام خلاص يعني. خلاص خلاص. فتحي في المراحل الاخيره سنه سنتين، مهما ربنا يعني يديله الصحه ويكمل على قد ما هو يقدر، خلاص بس خلاص عمل انجازاته عمل وعمل كل حاجه تاريخه بقى، عمل وعمل كل كل حاجه. حاجه. فده ممكن تديله عذره، تديله عذره يعني، فاهم قصدي؟ شريف نفس الكلام. انما انت رمضان يعني ما شاء الله 23 سنه. انا مبدئيا اصلا انا لو مكان رمضان انا مش هرجع من اوروبا، دي قصه تانية اصلا. ماشي. حتى لو هاخد فلوس اقل بكتير، خلاص انا فكرت ان انا ارجع، فخلاص انا في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هيطلعك تاني اوروبا. وبعدين انت ما شاء الله، انت كمان بعد بطوله افريقيا كانت مصر كلها. انت مش لعيب في الاهلي، انت التراس اهلاوي. والله مش قصه التراس والله، بس دي حقيقه والله يا ابراهيم، دي حقيقه. اللي بيخرج من النادي الاهلي بيتطفي، بيتطفي بمعنى كلمه بيتطفي. بيتطفي. اتفرج انت كده يعني، اتفرج وهتلاقي الموضوع مختلف تماما تماما. يعني اتفرج كده على اي حد بيخرج من النادي الاهلي وهو بره. انت حسيت الشعور ده؟ طبعا مفيش اصلا مقارنه. يعني انت بتتكلم في ايه؟ مفيش مقارنه بقول لك خالص. وبعدين انت ايه يا عم الصراحة اللي انت يا فيها دي؟ ابراهيم مش عايزين نضحك على بعض، النادي الاهلي والزمالك اكبر ناديين في مصر. طول ما انت في الاهلي والزمالك انت بتبقى ماشي في الشارع، انت اصلا الناس كلها عايز تعمل لك كل حاجه، انت نجم، فاهم؟ صدق السنة كنت